بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة السابعة من السلسلة السادسة من عظماء من بلاد الإسلام وهذه توفي الحلقة الثانية والأربعين بفضل الله تعالى وبتوفيقه واليوم أتحدث عن رجل شغل أوروبا زمنا طويلا قرونا وهم يتحدثون عنه ويكتبون ويؤلفون وهذا الرجل هو سابع سلاطين الدولة العثمانية السلطان محمد الفاتح وسيتقاسم هو والسلطان عبد الحميد حديثي عن الدولة العثمانية لطوله وتشعبه ولا يتسعه حلقة أبدا لذلك أحاول أتحدث في هذه الحلقة عن بعض قضايا الدولة العثمانية ونشأتها وفي حلقة سلطان عبد الحميد سأتولى ذكر نهايتها إن شاء الله تعالى أما هو فهو محمد ابن مراد الثاني ابن السلطان محمد جلبي أو شلبي ابن السلطان بايزيد الصاعقة ابن السلطان أورخان ابن السلطان عثمان وإن كان أورخان وعثمان لم يكونا يسميان بالسلطان إنما بدأ السلطنة هو بايزيد لكن يعني هكذا اعتبروا جميعهم رحمة الله تعالى عليهم وأصل هذه الأسرة العثمانية وحكايتها قصتها عجيبة وذاك أن أيام الاكتساح التتري المغولي لجمهوريات أو بلاد ما وراء النهر تسمى اليوم الجمهوريات حصل لها اكتساح معروف تعرفونه هذا الاكتساح أدى أن تهجر نصف مليون موطنهم من التركستان الغربية ويتحركون ويهربون من وجه تتار وذاك أن التتار كانوا مكتسحين وبقوة وسفاكي دماء وكانوا قتلة وكانوا ففي الحقيقة فهذه المجموعة خرجت هربا من وجه التتار نصف مليون تقريبا كان فيها عشيرة صغيرة تسمى عشيرة قايي هؤلاء أهل التركستان وأنا قلت لكم التركستان الغربية تنقسم إلى خمس جمهوريات اليوم طاجكستان وأوزبكستان وقرغيزيا وقزاقستان وتركمانستان هناك تركستان الشرقية تقع تحت يد الصينيين وتسمى سينكيانغ يعني الأرض الجديدة الصينيون يحتلونها اليوم المهم باختصار هذه عشيرة اسمها قايي عبارة عن 4000 شخص تحركوا شمال غرب تجاه الأناضول ومن تركستان إلى الأناضول في طريقهم إلى الأناضول كان عليهم رجل اسمه كوندوز ألب هكذا اسماء أتراك كوندوز ألب هذا كوندوز ألب كان يسير بعشيرته فوجد هنالك معركة في سهول الأناضول الشرقية بمحاذاة فارس يعني هذه المعركة ما تبين من طرفها لكن اتجه إلى الطرف الضعيف لينصره مروءة وحمية رأى طرفا ضعيفا أراد أن ينصره في المعركة دخل ولعجيب الأقدار أن هذا الطرف الضعيف كان هو سلطان السلاجقة الروم ويسمى علاء الدين السلطان علاء الدين هذا السلطان هو سلطان السلاجقة الروم وما قصة سلاجقة الروم سلاجقة الروم مسلمون من السلاجقة من الأتراك أيضا كانوا قد ارتحلوا الأناضول وكونوا دولة هنالك قبل العثماني بمدة طويلة وكان العثمانيون يقاتلون قيل خوارزم شاه وقيل المغول يعني اختلفوا من يقاتلون مؤرخون اختلفوا علاء الدين هذا فنصر علاء الدين على الطرف الآخر فسر علاء الدين جدا ورأى فيه وفي قومه 4000 قوة وشجاعة ومهارة حربية فأقطعهم أرضا بينه وبين الدولة البيزنطية
الرومية، وسيأتي الآن تفصيل يسير عن هذه الدولة حتى يكونوا سدا منيعا أمام البيزنطيين وأطماعهم في آسيا الصغرى كما تسمى اليوم. تركيا موجودة في حدودها بما يسمى آسيا الصغرى، الأناضول إلى آخره. فاقتنعوا بهذا المكان. ما لبث كندز ألب أن توفي، وجاء بعده أرطغرل ابنه. أرطغرل بدأ يوسع رقعة هذه الدولة، استلم أبوه الدولة عبارة عن 2000 كيلومتر مربع، 2000 من الأكيال المربعة من سلطان علاء الدين. توفي الوالد وسلم لأرطغرل بلدا مساحته 16,000 من الأكيال المربعة، توسع من جهة الدولة البيزنطية، من جهة الروم كما كانوا يسمون آنذاك. أرطغرل وهو على فراش الموت يوصي ابنه عثمان الذي جاء بعده أميرا وسلمه دولة عبارة عن 192,000 من الأكيال المربع، تضخمت الدولة كثيرا، يوصيه على فراش الموت بوصايا عجيبة، منها مراقبة الله تعالى، تطبيق شرع الإسلام، تطبيق كتاب الله تعالى، العناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الالتفات إلى الجند، تربيتهم على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، العناية بالعلماء والمشايخ. هذه وصية أرطغرل لابنه عثمان على فراش الموت. فهذا يدلك على أصل الدولة وإسلامية الدولة وكيف كانت تلك الدولة آنذاك. جاء عثمان وصار سلطانا، أو صار قائدا عاما على الدولة، رئيسا للدولة بعد ما استقرت كلمة سلطان آنذاك. عثمان أيضا توسع وافتتح ما يسمى بقرى حصار، هذه قلعة موجودة اليوم في أواسط تركيا. سر علاء الثالث، علاء الدين الثالث آنذاك، سر جدا وثبته وصار يدعو له في الخطبة، خطب الجمعة، وصار يكتب اسمه على المسكوكات النقود لأنه رأى فيه شجاعة وقوة وإقداما. لكن كانت الدولة السلجوقية، سلاجقة الروم، كانوا على وشك الانتهاء. وفعلا لما السلطان هذا ما استطاع أن يحتفظ بالدولة، علاء الدين الثالث، وانقسمت آسيا الصغرى كلها إلى 7 دول، منها الإمارة التي بيد عثمان أعلن استقلاله، وكل أعلن استقلاله في مكانه، أعلن استقلاله في مكانه عثمان، وصار أميرا على سلطنة مستقلا بحكم ذاتي عليها. توفي هذا السلطان أو هذا الأمير رحمه الله تعالى، وخلف بلادا واسعة لابنه أرخان. أرخان قلت لكم خلف 192,000 من الأكيال المربعة، وهي إمارة قوية كبيرة مقاييس ذلك الزمان، لابنه أرخان. أرخان استمر بالفتوحات وأخذ أماكن في آسيا الصغرى وقاتل البيزنطيين واستولى على حصون ومدن من البيزنطيين. وتوفي أرخان ليعهد لابنه مراد الأول، ثم أيضا مراد استمر. أنا أريد أن أوجز، أنا تاريخ متوسع جدا جدا. مراد استمر في الفتوحات وفي الانتصارات ليتولى بعده ابنه بايزيد الأول. بايزيد الأول هو بايزيد الصاعقة، يسمى بايزيد الصاعقة. بايزيد الصاعقة توسع كثيرا ودخل في عمق أوروبا وهدد القسطنطينية وحاصرها، واستطاع أن يرعب ملوك وأباطرة أوروبا طويلا بايزيد، واستطاع أن يخضع كثيرا من البلاد في أوروبا لحكمه، منها الصرب، وانتصر عليه في المعركة المشهورة في سهل قوصوه سنة 1389 ميلادي، يعني قبل تقريبا 6 قرون ونصف. استطاع أن يدمر السلطنة الصربية ويأخذ تلك البلاد، وصل إلى تلك النواحي، واستطاع أن يخضع كثيرا من البلاد ما بين الدولة العثمانية وما بين صربيا تحت إمارة هذه الدولة التي تضخمت كثيرا في زمن بايزيد الصاعقة، يسمى بايزيد الصاعقة. يلدرم بايزيد، يلدرم يعني عندهم الصاعقة باللغة العثمانية.
لكن هنالك شيء حدث، وهو أنه بايزيد قام عليه تيمور لنك آنذاك. تيمور لنك تحرك من الشرق، المغول تحرك من الشرق، واستطاع أن يهزم بايزيد لعدة ظروف، واستطاع أن يأخذه أسيرا إلى بلاده ليموت هنالك. بعد بايزيد تفرق أبناء، كان له أبناء أربعة، تفرقوا وتحاربوا، أبناء خمسة أبناء تفرقوا وتحاربوا فيما بينهم، كل يريد السلطنة لنفسه، واضمحلت الدولة إلى أن جاء سلطان محمد واستطاع هذا السلطان أن يوحد مرة أخرى أجزاء الدولة العثمانية، واستطاع أن يربط بين أطرافها المترامية بسرعة، ويعوض شيئا كثيرا من الذي فاته بعد وفاة والده. السلطان محمد كان له ولد سماه مراد، مرادا الثاني بعد مراد الأول، هذا مراد الثاني. ومراد الثاني توغل في أوروبا أيضا وفعل أفاعيل بالغربيين، واستعادت الدولة العثمانية شيئا كبيرا جدا من هيبتها وقوتها بعد ذلك، ليسلم السلطنة لابنه محمد الثاني. محمد الثاني هو محمد الفاتح، محمد الفاتح. محمد الأول هو الذي لم أطراف السلطنة من جديد بعد فتنة تيمور لنك، جاء ابنه مراد الثاني، ثم جاء محمد الفاتح، سلطان محمد خان. إذن هذا هو ترتيب السلاطين إلى أن وصل الأمر إلى السلطان محمد الفاتح، الذي هذا السلطان الكبير في الحقيقة عاش فقط 53 سنة، تولى السلطنة عمره 23 سنة فقط. وهذه مهداة، هذا الخبر يهدى إلى الشباب اليوم الذي عمره في الجامعات 23 سنة هو لا يحسن التصرف، لا يستطيع أن يبت في شأنه وأمره، لا يستطيع أن يحزم أمره، لا يستطيع أن يفكر في مستقبله على وجه جيد. فهذا سلطان تولى سلطنة على بلاد ضخمة جدا، مهددة من أطرافها جميعا بالأعداء، سواء كان في آسيا الصغرى أو في أوروبا، لكنه مع ذلك استطاع أن يثبت، واستطاع أن يثبت نفسه سلطانا كبيرا، واستطاع أن يتوسع توسعا ضخما ليفتتح القسطنطينية ويهز ملوك وسلاطين وأباطرة أوروبا آنذاك. إذن قضية هذا شاب صغير، وسيرته تصلح لشبابنا اليوم الذين نتوخى منهم أن يعيدوا مجد الإسلام إن شاء الله تعالى من جديد، وأن يكونوا جند الإسلام، وأن يكونوا الأداة إن شاء الله تعالى الصالحة التي تعيد هذا المجد من جديد. أبوه السلطان مراد عني بالسلطان محمد الفاتح منذ نعومة أظفاره، وهو شاب صغير، وكان يرسل إليه المشايخ، شاب صغير يستهزئ بالمشايخ، يردهم، ما يريدهم، ما يريد أن يدرس. فطلب أبوه شيخا مهيبا قويا، فدلوه على الملا الكوراني، هذا اسمه الملا الكوراني، كان شيخا كبيرا ضخما، ضخم الجثة، مهيب الطلعة، كث اللحية، قوي الجسد. فعهد إليه السلطان مراد بتربية ابنه محمد الفاتح، وأعطاه قضيبا، قال هذا تضربه به إن خالف الأوامر. وهذا يدلك كيف أن الوالد مهتم بتربية ابني على الإسلام وعلى الدين وعلى القرآن وعلى هذه المعاني الرائعة، ولو أدى أمره إلى ضربه، وهو ولي عهده وخليفته من بعده. لكن هذا يدل على عناية سلاطين آل عثمان بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعنايتهم بتعليم أبنائهم التعليم المناسب. دخل على محمد الفاتح وشاب، أظن كان عمره 14 عاما، وفيه شموخ الإمارة وقوة، وهو ولي العهد، فصار يستهزئ بالملة. قال له إن أباك قد أعطاني قضيبا لأضربك به إذا خالفت أمري. فازداد ضحكه، فما كان منه لأن عاجله بضربة قوية أطارت صواب هذا الأمير الشاب الصغير المتمرد، وأدرك أنه أمام طراز جديد من المشايخ، وأنه لا بد أن يسمع كلام هذا الشيخ. وهذا الذي حدث، واستمع لكلامه، وعلمه الشيخ كتاب الله تعالى ما بضعة سنوات، وختم الشاب بالقرآن، وسر سلطان مراد سرورا عظيما بهذا، ودرس على يديه علوم الدين والتاريخ والرياضيات والفلك، فكان هذا الشيخ شيخا موسوعيا.
واستطاع أن يدرس الولد اللغات الإسلامية. وإذا قيل اللغات الإسلامية آنذاك فيقصد بها العربية والعثمانية والفارسية، اللغات الثلاث. بعض المؤرخين تقرؤون في كتب يشيرون إليها باللغات الثلاث، وبعضهم يقول اللغات الإسلامية. اللغات الثلاث واللغات الإسلامية هي هذه العربية والعثمانية والفارسية، هي لغات الإسلام آنذاك. فعلمه اللغات الثلاث، الشاب ما شاء الله أقبل العلم، كان ذلك درسا له، أقبل العلم وبهمة ونشاط عجيبين، وتعلم بإضافة إلى اللغات الثلاث اللاتينية والسلافية، لغة الصرب والبلقان آنذاك، وقيل العبرية، الله أعلم، فيها شك بين المؤرخين، لكن المقطوع به أنه كان يعرف ست لغات بل أكثر، وتوسع في ثقافة عصره، واستطاع أن يدرس العالم من حوله دراسة قوية وجيدة. أبوه عهد إليه بولاية تسمى ولاية مغنيسيا، يعني ولاية عثمانية، ليتدرب وهو ولي العهد على فن الإدارة، كما أن أباه كان يأخذه في حروبه في أوروبا ليصقل شخصية ولده، وليتعلم ولده الكر والفر، وليبتعد شبح الرعب من الحروب عن ولده، وليعتاد هذه المعارك الضخمة الكبيرة. الولد لما ذهب إلى مغنيسيا أرسل معه مجموعة من العلماء، على رأسهم عالم كبير جدا كان له أثر واسع كبير في السلطان محمد الفاتح بعد ذلك، وهو العالم آق شمس الدين. آق شمس الدين كان رجلا كبيرا في السن، لكنه كان يبث في قلب محمد الفاتح الرغبة الكبيرة في فتح القسطنطينية، وكان ينبئه ويبشره بأن الفتح سيكون على يديه، ويحمسه ليحقق هذا الفتح العظيم، ويحقق الله تعالى هذا الفتح على يديه. وهذا الأمر سبحان الله منذ سنوات وهو ولي عهد يبثه في قلبه وعقله وروحه هذا الشيخ آق شمس الدين. وهذا الذي حدث بعد ذلك، وكان له يوم مشهود في فتح القسطنطينية هذا الشيخ آق شمس الدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. السلطان مراد نزل لولده السلطان محمد الفاتح مرتين عن السلطنة، أراد أن يعتزل وأراد أن يتعبد الله تعالى في آخر أيامه، فنزل له مرتين واستعاد السلطنة منه مرتين. وكان مرة بسبب تألب ملوك أوروبا وأباطرته عندما سمعوا أن سلطان مراد سلم العرش لشاب صغير، والمرة الأخرى عندما ثار الإنكشارية. والإنكشارية هذا مصطلح معروف في الدولة العثمانية، وهم أصلا يسمون بييني جيري. ييني جيري هو جيش الجديد، ييني جيري عندنا الإنكشارية تسمى، وكانوا مادة هذا الجيش كانت تؤخذ من البلدان المفتوحة، يؤخذون أطفالا ويربون على الفروسية وعلى الإسلام وعلى الولاء للسلطان، هؤلاء هم الإنكشارية. فثار الإنكشارية مرة على السلطان محمد الفاتح لصغر سنه، فاضطر الوالد أن يرجع ليستلم العرش من جديد، ومات أبوه وهو سلطان، وتولى محمد الفاتح بعده وعمره 23 سنة، إلا قليلا ليحكم 30 سنة ونيفا، وليموت يوم يموت في 53 من عمره، 86 و800 للهجرة، 886 للهجرة، يعني قبل 3.5 قرون تقريبا، 1481 للميلاد، 1481 للميلاد. أنا قلت قبل 3.5 قرون، قبل 5.5 قرون من الآن. هذه مدة الحكم الطويلة سمحت للفتى الصغير أن يحقق من الفتوحات ومن المعجزات الشيء الهائل الكبير. أولا صفاته في الحقيقة، هذا الشاب الذي ربي على القرآن والعربية والسنة نبغ شاعرا سبحان الله، يعني صار أحد الشعراء المعدودين في الدولة العثمانية، وله ديوان شعر، صح أنه صغير لكن بز فيه كثيرا من الشعراء، وظهر شاعرا كبيرا، وكان يطلق على نفسه عوني، يعني اسم مستعار، وهو أول سلطان عثماني يتسمى شاعر يتسمى باسم مستعار.
فديوان عوني يعني ديوان سلطان محمد الفاتح، وكان فيه غزليات ورقائق وكان فيه جهاديات. فمن ذلك ما ترجم من ذلك، وديوان صغير كما قلت لكم لكن فيه مقاطع لطيفة، وطبع أول ما طبع في برلين سنة 1904، ثم طبع بعد ذلك في تركيا وعرض في مصر على يد عبد الوهاب عزام وهو شاعر كبير، عرب كثيرا من مقاطع محمد إقبال، وعرب أيضا بعض مقاطع السلطان محمد الفاتح. يقول في هذه بعض الأبيات ويظهر فيها توجه الشاب، عزمه الكبير على الجهاد في سبيل الله، رغبته الكبيرة في نشر الإسلام في الأرض. يقول: نيتي امتثال أمر الله وجاهدوا في سبيل الله، وعزمي أن أحطم رؤوس الكفر بإذن بجندي جند الله، وتفكيري منصب على النصر والظفر والفوز بلطف الله، وجهادي بلساني ويدي في سبيل الله، فماذا في هذه الدنيا بعد الامتثال لأمر الله. وحماسي أن أغير هذا العالم وأنتصر بفضل الله، ورجائي أن تعلو الدولة ويعلو سلطان الله في الأرض. ويقول: أشواقي الغزو مئات الآلاف من المرات في سبيل الله. رأيتم كيف هذا الحماس وكيف هذه الانطلاقة في سبيل الله تعالى؟ يريد أن يحقق، الرجل يريد أن يحقق شيئا كثيرا في حياته، وهذا اتضح منذ الشهور الأولى لتوليه السلطنة، إذ عزم على الاتجاه إلى القسطنطينية. قضى على بعض المناوئين في آسيا الصغرى يعني في أناضول، وتوجه مباشرة إلى القسطنطينية. ذاك أن شيخه كان يستعجله، وشيخه توفي بعد فتح القسطنطينية بقرابة 8 سنوات، شيخه كان يستعجله للفتح، يريد منه أن يفتح بسرعة. هنا أيها الأحباب، كان هنالك رجل اسمه مصلح الدين، ورجل أوروبي اسمه أوربان. هذا الرجل وهو مصلح الدين استطاع أن يصنع المدفع العملاق، هذا سلاح الدمار الشامل بلغة العصر. هذه استطاع بفضل الله تعالى سلطان محمد الفاتح أن يغير موازين المعارك بعد ذلك في كل أوروبا بفضل الله تعالى، ثم بصناعة هذا المدفع العجيب. هذا المدفع كان يحمل يقذف حجرا زينته 1500 كيلو جرام، ويقذفه مسافة ميل. فلك أن تتخيل 1500 كيلو جرام حجر زينته ينبثق من مدفع عملاق لمدة ميل أو مسافة ميل. فهذا كان اختراعا جديدا بكل المقاييس. كانت أدرنة هي عاصمة الدولة العثمانية قبل القسطنطينية، كانت هي بورصة يسمونها بورصة، ثم أدرنة، ثم القسطنطينية. فكان المدفع يصنع في أدرنة ويجر. كيف يجر إلى القسطنطينية؟ يجر تجر 60 جاموسة، تصور الثقل والضخامة لهذا المدفع. إذن 60 جاموسة تجر، والجاموسة الواحدة أكبر من قوة الحصان التي تقاس بها قوة المحركات اليوم. فلك تخيل عظم هذا المدفع. ويحوطه 200 من كل جانب من الرجال الأقوياء يسيرون معه، 400 رجل قوي حتى لا ينزلق المدفع يمينا أو يسارا. فلك تخيل عظم هذا المدفع العملاق. صنع منه 200، صبها صبا في أدرنة وحركها إلى القسطنطينية، وعمل 400 سفينة مجهزة عليها 20,000 من البحارة الجند الأقوياء، وسار هو بجيش 80,000 عدته، واتجه إلى القسطنطينية. القسطنطينية كان قد حوصرت قبله 11 مرة حصارا إسلاميا، ولم يجدي هذا شيئا. حتى نعرف عظمة القسطنطينية وأهميتها البالغة في أوروبا، أن نابليون في منفاه في سانت هيلانا، نابليون كان إمبراطورا على فرنسا، ثم نفي بعد ذلك، نزع من الإمبراطورية ونفي، خلع ونفي بسبب إخفاقاته في الحروب بعد ذلك، كتب مذكراته في سانت هيلانا الجزيرة هذه. كان يقول: كنت أرجو الروس، هذا في العصر الحديث نابليون يعني آنذاك، يعني بين محمد الفاتح وبين نابليون أكثر من 3 قرون، لكن هو يقول:
كنت أرجو الروس أن نجتمع معا لنتخلص من الإمبراطورية العثمانية، وكانت العقبة الكؤود أمامنا دوما وأبدا هي القسطنطينية، ذاك أن الروس يريدون القسطنطينية. ونحن نعرف أن مذهب الروس النصراني هو الأرثوذكس، مذهب الأرثوذكس هو نفس المذهب الموجود الأقباط في مصر، وهو مذهب الصربي أنفسهم الذين كانوا في صربيا وما زالوا مذهب الأرثوذكس. المذهب النصراني الشرقي، كانت روسيا تطالب دوما بالقسطنطينية، وكانت نفسي لا تسمح أبدا بإعطاء القسطنطينية إلى الروس. يعني تصوروا يسمح ببقاء الدولة العثمانية ولا يعطي القسطنطينية إلى الروس، من عظم أهمية القسطنطينية. ويقول لو أن العالم كله دولة واحدة لكانت القسطنطينية صالحة أن تكون عاصمة العالم، من أهمية موقعها، إذ يقع على ثلاثة بحار وموقع فريد على أوروبا ومقابل لآسيا، موقع محكم وحصين جدا جدا. قصة القسطنطينية أن الإمبراطور ثيودور الروماني في أيام الإمبراطورية الرومانية التي أسقطها الصحابة رضي الله عنهم في بلاد العرب، بعد ذلك عندما أسقطوها من بلاد الشام وأخرجوها، وهرقل اتجه إلى القسطنطينية بعد ذلك ليعيش فيها. وقصتها أن ثيودور الإمبراطور الروماني في أواسط القرن الرابع الميلادي، أي قبل ظهور النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بأكثر من قرنين، قسم الإمبراطورية الرومانية الشاسعة إلى قسمين. انتبهوا، هذا نفهم به قضية روما والقسطنطينية والمذهب هذا والمذهب ذاك. وجعل عاصمة القسم الشرقي الإمبراطورية الرومانية الشرقية القسطنطينية، وجعل عاصمة القسم الغربي الإمبراطورية الرومانية الغربية روما، فكانت روما والقسطنطينية كلتاهما عاصمة للدولة الرومانية أو الإمبراطورية الرومانية الضخمة. روما ما استطاعت أن تصمد أمام هجمات البرابرة الأوروبيين، وكان يسمون البرابرة لوحشيتهم وتوحشهم وهمجيتهم وبعدهم عن كل أسباب الحضارة. من يريد أن يعرف هذه الوحشية والهمجية يقرأ رسالة ابن فضلان الذي أرسله الخليفة العباسي مرسولا إلى الدول الإسكندنافية، يصف أن هؤلاء قوم همج، أصحاب شعور شقراء وعيون زرقاء، وهم بربر وهمج ووحشيون، يعني الغرب الأوروبي الذي كان آنذاك مسكن لقبائل تسمى قبائل البرابرة، وحشيون همجيون. فغزوا روما وهدموا الإمبراطورية الرومانية الغربية مبكرا، واستولى عليها أهل الغرب اللاتين بالذات. الأنجلو ساكسون يعني كانوا بعيدين، لكن اللاتين هم الذين استولوا على الإمبراطورية الرومانية الغربية. فبقيت الإمبراطورية الرومانية الشرقية منيعة عن هجمات البرابرة الذين تنصروا بعد ذلك، لكن مع ذلك أذاقوا القسطنطينية الويلات من الهجمات. يعني هذه قضية تصلح لقضية يعني انتشار الإسلام بالسيف وهذه الفرية الكبيرة، وكيف أن الرومان هم الأوروبيون الغربيون هم الذين نشروا النصرانية بالسيف وبالوقائع الصعبة. ولو كان لك وقت لك ذكرت لكم عجائب من هذه الوقائع. القسطنطينية لمناعتها وحصانتها وقفت سدا منيعا أمام هجمات البرابرة الأوروبيين الغربيين، لكن استطاع اللاتين مثالا أن يدخلوا القسطنطينية سنة 1204 وارتكبوا فيها من المذابح الشيء الهائل قبل 8 قرون من الآن، 1204 ميلادية، ارتكبوا فيها المذابح العجيبة، حتى أنه في حصار القسطنطينية كان أحد القواد يقول إني أفضل أن أرى في طرقات بلادي العمامة التركية ولا أرى القبعة اللاتيني أبدا، مع أن كلاهما نصراني اللاتين والرومان، لكن بينهما ثارات عجيبة وكبيرة جدا. وذلك بسبب عدم اتفاق الكنيسة في روما مع الكنيسة في قسطنطينية، هذه كنيسة شرقية وهذه كنيسة كاثوليكية وهذه كنيسة أرثوذكسية، ما اتفقا أبدا، وكان كانت هناك وقائع كثيرة لا مجال الآن لذكرها. القسطنطينية إذن في غاية الأهمية وفي غاية الحصانة، وفتحها نذير شؤم على كل أوروبا أن بعد ذلك ستفتح أوروبا بعد ذلك، وهذا الذي حدث فعلا. توجه إليها محمد الفاتح. هم الخليج الذهبي هذا الذي تطل عليه القسطنطينية، إذا أغلق الخليج فلا مجال لسفينة أن تدخل،
فعلا أغلقوه بسلسلة ضخمة جدا، أغلقوا مدخل الخليج، فما كان يمكن سفينة أن تدخل أبدا لهذا الخليج ليدخل منها الجنود إلى أسوار القسطنطينية. فكيف يدخلون؟ عن طريق البحر، ويحاصرون عن طريق البر بعد ذلك. لكن الذي حدث أن السلطان محمد محمدا فكر وهو شاب عمره 23 سنة بفكرة عجيبة أدهشت جميع المؤرخين العسكريين آنذاك وإلى يوم الناس هذا. أمر ببناء سفن خفيفة، 67 سفينة خفيفة، وأمر أن يجعل هناك ألواح من الخشب تطلى بالزيت، وتسحب في الليل هذه السفن على ألواح من الخشب حتى يتجاوزوا السلسلة، ثم ينزلونها بعد ذلك بعد السلسلة إلى البحر. أرأيتم؟ فهمتم؟ هذه سفن تأتي من قبل السلسلة، يجرونها في البر على ألواح مشبعة بالزيت، فيجرها رجال أشداء في الليل في جنح الظلام، وما يرى أهل القسطنطينية شيئا طبعا، يجرونها في الليل ليسحبوها تكون خلف السلسلة وينزلونها البحر مرة أخرى ويحركوها إلى أسوار القسطنطينية. قام الناس الصباح في القسطنطينية ليفاجأوا ب 67 سفينة دخلت عليهم خليجهم. كيف دخلت؟ ما عرفوا هذه الحيلة العجيبة للسلطان رحمه الله تعالى. وفوجئ أهل القسطنطينية بهذه السفن داخلة عليهم، وهذا أورثهم إحباطا كبيرا ويأسا، وتوقعوا أن المدينة ستسقط بهذا، واتجهوا إلى كنائسهم وساووا يرتلون أدعياتهم، وفي يأس وإحباط ظاهرين. عرض السلطان محمد الفاتح في الحقيقة على قسطنطين إمبراطور الدولة البيزنطية الرومانية الشرقية، عرض عليه أن يسلم قسطنطينية على أن يؤمن الناس ويؤمن أرواحهم ويؤمن ممتلكاتهم، رفض. فما كان منه إلا أن عمل هذا العمل وحرك السفن واستطاع أن يدخل وحاصر القسطنطينية. في هذه الأثناء حصار كان طويلا، كان مدة 54 يوما، وطبيعة الجند الانكشاري أنا جند حماسي يريد الغزو السريع والتخلص السريع من المعركة والانتهاء. فلما مضى 40 يوما على الحصار والمدافع تقذف والقوة جبارة في الحقيقة، لكن أسوار القسطنطينية أسوار منيعة هائلة جدا، وحدثت دربكة في أوساط الجنود، وكان هناك وزير خائن اسمه خليل باشا كان يراسل أمراء القسطنطينية ويعدهم بتخذيل محمد الفاتح وجنده عن القسطنطينية. لكن الله تعالى ألهم هذا آق شمس الدين أن يتحرك في ظروف صعبة، وأن يمني السلطان بالنصر، وأن يكون ينطبق عليه الحديث النبوي لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. وبث الحماسة في نفوس القادة والجند، وفعلا أصدر السلطان أمره بمواصلة الهجوم بعد أن كادوا بعد 40 يوما أن يفكوا الحصار. في هذه الأثناء طلب السلطان أن يدخل إلى خيمة الشيخ آق شمس الدين. لاحظوا، السلطان طلب أن يدخل إلى خيمة الشيخ، ومنعه الحراس في البداية لكنه أصر ودخل، ولأن آق شمس الدين كان قد منع أحدا أبدا يدخل عليه. فلما دخل وجد آق شمس الدين ساجدا باكيا يتضرع إلى الله تبارك وتعالى بنزول النصر. سبحان الله العظيم، وهذه عدة النصر ولا شك. وبالفعل أمر السلطان بمواصلة الهجوم، واستطاعوا بعد 14 يوما من هجوم الشديد ومقتل كثير من الجنود على أسوار القسطنطينية استطاعوا أن يدخلوا. كيف كانوا يقتلون؟ كانوا يتسلقون السلالم، فكانت النساء تأتي بالزيت المغلي وتصبه على الجنود الذين يتسلقون السلالم فيموتون طبعا، والسهام تأتي كالمطر، والقلعة حصينة إلى الغاية، هي أحسن قلعة في الدنيا، أحسن قلعة في الدنيا كانت القسطنطينية. ودخلوا في 29 من مايو، سبحان الله، نحن في أول مايو أوائل مايو هذا الشهر، في مثل هذا الشهر في 29 من مايو سنة 1453 أذن بالأذان الإسلامي في جنبات القسطنطينية، ودخل الجيش العثماني إلى القسطنطينية مكبرا مهللا، واستطاع أن يفتح هذه المدينة بعد أكثر من 8 قرون ونصف من وعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بفتح هذه المدينة، وتحققت المعجزة
النبوية الكريمة، وكان يوم ثلاثاء. وتجمع النصارى في الكنائس ودخلوا واستجاروا من الجيش السلطان بالكنائس. دخل السلطان في الظهر، وكانوا قد دخلوا في الصباح الجند. دخل السلطان في الظهر على صهوة جواده، ترجل، سجد لله تعالى سجدة شكر، ودخل كنيسة آيا صوفيا، وأمن الناس في عفو عجيب وعدل ليس بعده عدل. أمن الناس على أرواحهم وممتلكاتهم وأديانهم، وسمح لهم بممارسة شعائر دينهم، ولكنه أمر بتحويل نصف كنائس قسطنطينية إلى مساجد، وأبقى النصف الآخر للناس. وهذا أيها الجمهور المشاهد في أنحاء الدنيا لا مقارنة بينه وبين ما حدث من ملوك أوروبا عندما كانوا يدخلون إلى البلاد الإسلامية، أو عندما دخلوا إلى الأندلس فلم يبقوا مسجدا واحدا، ولم يبقوا أحدا يقول لا إله إلا الله، وقتلوا الرجال والنساء والأطفال، وأحرقوا الكتب الإسلامية. بينما هذا أدهش في الحقيقة مؤرخي أوروبا ويؤرخون على عصبية فيهم وحقد عجيبين، أدهشهم في عفوه وعدله وسماحته العجيبة مع النصارى. وكان بمقتضى قانون تلك الأيام، هو قانون أن الفاتح يملك البلد ومن فيها، كان يمكن يحول جميع الكنائس إلى مساجد، لكن أمر بتحويل نصف فقط إلى مساجد وأبقى الكنائس الأخرى لهم. وفعلا حول آيا صوفيا، وكانت أعظم كنيسة في العالم آنذاك، حولها لتكون مسجدا، وأمر بإزالة الصلبان والصور، وأعطى شرف إلقاء الخطبة الأولى في يوم الجمعة. ومدخل يوم الثلاثاء، يوم الجمعة أعطى شرف إلقاء الخطبة الأولى لشيخه آق شمس الدين رحمه الله تعالى. إذن هكذا فتحت القسطنطينية، وهكذا انتصر محمد الفاتح على الإمبراطور الذي قتل في المعركة، واستطاع فضل الله تعالى أن يخلص تلك المدينة من الشرك والوثنية لتكون عاصمة للإسلام. وأطلقوا عليها بعد ذلك آل عثمان، أطلقوا عليها إسلامبول عوضا عن القسطنطينية، فصارت إسلامبول لتحرف بعد ذلك كون إسطنبول. هذا إسلامبول يعني مدينة الإسلام، مدينة الإسلام. هذه المدينة فتحت لتكون مدينة الإسلام، سبحان الله العظيم. وأنشأ فيها المدارس، أنشأ المدارس الثمانية بجوار جامعه الضخم، جامع محمد الفاتح، موجود إلى اليوم، وجامع رائع فيه روحانية عجيبة وفيه خشوع ظاهر وهيبة ظاهرة، جامع السلطان محمد الفاتح في القسطنطينية. هذا السلطان الكبير لما دخل أنشأ المدارس الثمانية، موجودة إلى اليوم آثارها بجوار جامعه الضخم في القسطنطينية في إسطنبول. السلطان كان أثر المشايخ عليه عجيبا، وكان يوقرهم ويحترمهم ويعظمهم. مثال شيخ آق شمس الدين، بعد الفتح شيخه في خيمته يتعبد، فدخل عليه السلطان يستأذنه في أن يبقى عنده في الخلوة أياما. السلطان العظيم فتح القسطنطينية ودوخ ملوك أوروبا، وبالمناسبة كان هناك مؤرخ فرنسي اسمه جييه، هذا المؤرخ عمل كتابا عن الفاتح بعد قرنين من وفاته، بالضبط في 1681 عمل كتاب عن الفاتح وأهداه للويس الرابع عشر، أعظم ملوك فرنسا وأعظم ملوك أوروبا آنذاك. ففي صدر الكتاب يقول: إني كما أدعو الله أن يحفظ ملكنا لويس الرابع عشر، فإني أدعوه أيضا ألا يظهر في الأرض سلطانا كمحمد الفاتح أبدا بعد ذلك. هذا الذي كان بلاء على النصرانية وعلى النصارى في أوروبا، وينبغي على أهل فرنسا أن تكون أمانيهم دوما ألا يظهر رجل كمحمد الفاتح بعد ذلك، لا في فرنسا فقط بل في كل الممالك النصرانية، وعلى كل نصارى أن يتمنوا هذه الأمنية بعد قرنين من وفاة محمد الفاتح. وهذا يدلنا على سمعته الهائلة في أوروبا، وكان يسمونه بالسيد العظيم والقائد الفاتح، وله أسماء وألقاب كثيرة عند المؤرخين الأوروبيين. يدخل هذا السلطان العظيم وهو طبعا منتصر وفاتح القسطنطينية، يدخل على شيخ آق شمس الدين يستأذن أن يدخل عنده الخلوة أياما، فيقول السلطان لا، فيقول الشيخ للسلطان لا، فيكرر عليه مرارا ويقول لا، فغضب السلطان محمد، قال: يأتيك تركي من أتراك، عامة الأتراك، وبكلمة واحدة تدخله الخلوة، وأنا أرجوك وأتوسل إليك وترفض؟ قال: إنك إن دخلت الخلوة تذوقت لذة العبادة والطاعة، فإنك
ستهمل السلطنة وستسقط من عينك، وسيكون هذا داعيا لجلب غضب الله علينا. يعني كيف نفرط في الدولة وأنت سلطان وكذا؟ إذا دخلت الخلوة وتذوقت لذة الخلوة ستسقط لذة السلطنة من عينك، وهذا فيه من خطر ما فيه. لكن ما هي عاقبة الخلوة؟ أن تكون عادلا، والعدل يستلزم أن تفعل كذا وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، وصار يعطيه مجموعة من النصائح. دخل السلطان والشيخ مضطجع، وخرج وقبل يد الشيخ، وخرج وقبل يد الشيخ والشيخ مضطجع، لم يقم للسلطان لا في دخوله ولا في خروجه. أثر هذا في نفسية السلطان الشاب، عمره 23 سنة، أثر في نفسيته. كان هناك عالم اسمه ابن ولي الدين، قال لو رأيت كيف الشيخ لم يقم لي ولم يحترمني ولم كذا، قال يا أيها السلطان إن هذا الشيخ شيخ مرب، وإنه خشي عليك بعد الفتح الغرور، لأن هذا الفتح لم يستطعه آباؤك العظام السلاطين، فإنه خشي عليك الغرور فأراد أن يربيك بذلك. بقيت بقية في نفس السلطان، استدعى الشيخ عنده في ثلث الليل الأخير. دخل الشيخ والأمراء يقبلون يده، يد الشيخ. انظروا كيف مكانة العلماء في الدولة العثمانية آنذاك، كيف كانت العلماء ومكانتهم في الدولة آنذاك، واليوم كيف مكانة العلماء. إن لله إن إليه راجعون. المهم يقبلون الأمراء كلهم يقبلون يد الشيخ. فدخل على محمد الفاتح، الظلام شديد، قال لكن عرفته روحي، هو الذي رباه وهو شاب صغير، هذا أق شمس الدين هو الذي رباه. قال فضممته ضمة ارتعد منها محمد الفاتح حتى كاد يسقط، وأخذ بيده. قال السلطان يقول بعد ذلك ذهب عني كل ما أجد من غيظ تجاه شيخي، وانقلب إلى محبة، وذهب معه إلى الخيمة وبقيا إلى أن أذن للفجر، صلى معه وقرأ الأوراد بمحضر شيخه وانصرف بعد ذلك. رأيتم كيف الحب الشديد لشيخه وسماع كلام الشيخ والائتمار بأمره. حادثة أخرى مع الملا الكوراني الذي دخل، كان يربيه وهو صغير، وضربه بقضيب كان بيده بأمر والده. الملا الكوراني أرسل له طلبا، سلطان محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية بمدة، أرسل له طلبا مع رجل من الجيش. قرأ الكوراني الطلب فرأى فيه مخالفة للشرع، فضرب الجندي ومزق الطلب. السلطان غضب من هذا التصرف ونفر من الكوراني وعزله عن قضاء العسكر، كان يومها قاضي في العسكر. الملا الكوراني اتجه إلى السلطان المملوكي في القاهرة، وكان آنذاك هو قايت باي، كان مشهور بقيت باي، لكن هو قايت باي كان هو السلطان، وكان سلطانا عادل أشرف قايت باي في القاهرة، وحكم مدة طويلة، وكان من السلاطين المماليك العادلين الكبار في الحقيقة. اتجه إليه وأكرم وفادته ومنزلته. ندم سلطان محمد الفاتح شيخه والذي رباه، ندم على ما صدر منه، وأرسل إلى سلطان قايت باي يستدعي الملا الكوراني، ولكن الكوراني قرر أن يرجع، فقال له قايت باي ألم أكرمك؟ ألم أنزلك منزلة جيدة وحسنة؟ ألم أفعل بك؟ قال نعم، ولكن هذا بمثابة ولدي وأنا بمثابة والده، وأنا الذي ربيته، وبيني وبينهم محبتي شيء كثير، فإن أنت أبقيتني عندك ظن السلطان أنك قهرتني على البقاء فتسوء العلاقة بينك وبينه. أعجب قايت باي بهذا الرأي وجهزه إلى السلطان محمد الفاتح رحمه الله. هذا حبه لمشايخه، ولو تبدر منه بعض الأمور، لكن سلطان وشاب صغير تصدر منه بعض الأمور، لكن سرعان ما يرجع ويثوب إلى رشده. كان صاحب غيرة على الشرع رحمه الله. بلغه أن أحد القواد العسكريين ضرب قاضيا عنده، فاستشاط غضبا وامتلأ غيظا وطلب هذا. كيف حصل؟ حصل أن القاضي تحرك من مجلسه ليأمر هذا القائد بالأمر معروف والنهي عن المنكر، يأمره بأوامر والنواهي. القائد ضرب القاضي ضربا شديدا، فعزم الفاتح على قتله. توسط الأمراء، توسط العلماء، والفاتح معرض عنهم جميعا ويريد قتله عقابا له على ضرب القاضي. حتى أتى أحد العلماء بفكرة يعني خففت قليلا من ثورة غضب الفاتح. قال هذا القاضي عندما غضب وتحرك من مجلسه وذهب إلى هذا العسكري، في الحقيقة ما يعني هذا يعد في حكم المعزول عن القضاء، لأن القاضي ما ينبغي له أن يغضب هذا الغضب. فهو يوم
أن ضربه هذا العسكري، ضرب القاضي، لم يهن الشرع الشريف، كان يسمونه الشرع الشريف. ليش يريد السلطان قتله؟ لأنه أهان الشرع الشريف بإهانته للقاضي. فهو القاضي إذا لم يكن آنذاك ممثلا للشرع الشريف، مخرج، يريد مخرجا بأي طريقة حتى لا يقتل ذلك القائد. وعفى عنه السلطان، قال بشرط أن يأتيني، فأتاه فأخذ عصا وضربه بنفسه ضربا مبرحا شديدا، بقي على إثره 4 أشهر في الفراش هذا القائد. لكنه بعد ذلك استفاد وتاب إلى الله تعالى، وصار هذا العسكري هو داود باشا الصدر الأعظم في سلطنة بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح. وقال: كان ضرب الفاتح لي كان بمثابة أن أعاد لي عقلي ورشدي من جديد. إذن كانت صاحب غيرة على الشرع الشريف كما يسمونه العثمانيون، كان صاحب غيرة على الشرع وتطبيق لأحكام الله تعالى. أيضا الفاتح كان عادنا كما قلت لكم لدرجة عجيبة، وكان في غزواته يأتي بخيمة في الصحراء ويجلس فيها ويأمر الناس أن يأتوا إليه من تلك النواحي ليرفعوا ظلامتهم إليه. وكان عادنا حتى مع أعدائه، وقلت لكم إنه كان شاعرا وكان يقرب إلى بلاطه الشعراء ويصطفي منهم بعض الوزراء. وكان قد سمع بعالم شاعر في فارس كان يغدق عليه الأموال كل سنة، وعالم شاعر في الهند كان أيضا يغدق عليه الأموال كل سنة، فكان قلبه معلقا بالشعر. أنشأ مجموعة كبيرة من المدارس، وكان لا يسمع بعالم متفرد في فنه في مكان من العالم الإسلامي إلا ويغريه ويستجلبه بالأموال الطائلة والمناصب حتى يأتي إلى بلاده. وهذا الذي حدث مرارا وتكرارا من هذا السلطان مع مجموعة من علماء العالم الإسلامي. وأنشأ نظام المستشفيات على وجه عجيب. كيف؟ يعني كان يشترط على الأطباء الذين يأتون في مستشفاه أن يعودوا مرضاهم مرتين في اليوم، ويشترط أن يأتوا أن يأتي تأتي إدارة المستشفى بطباخ يصلح طعامه لأن يكون موافقا للمرضى على اختلاف أمراضهم. يعني هذا الطعام الطبي الذي نسميه اليوم الطعام الطبي. إذن يعني هذه المستشفى أنشأها على وجه فريد، وأنشأ قوانين لإدارة الدولة العثمانية، تقسيمات جيدة، وإن كان بعض المؤرخين يشك في نسبتها إليه إلى هذه، لكن ما علينا. يعني يقول بعض المؤرخين وكان قد أنشأ مجموعة من القوانين لإدارة الدولة. وتوسعت الدولة في عهده إلى الحد الذي فتحت فيه الأفلاق، والأفلاق يعني رومانيا اليوم، ووصلت إلى حدود المجر، وفتحوا بلاد الصرب من جديد لأنها انتكست بعد ما وفاة جده، فتحوا بلاد الصرب من جديد، وفتح اليونان ودخل أثينا وتجول فيها أسابيع، وأعجبته حضارة الإغريق في أثينا أيما إعجاب، وبقي فيها أسابيع تفقدها وهو السلطان الكبير، بخلاف من جاء بعده، دخل بعده بقرابة قرن قوم من اللاتين إلى أثينا وحطموا كثيرا من المعابد، وهذه كانوا همجا في أوروبا، كانوا همجا وكانوا برابرة متوحشين، ما كانوا يعرفون أي سبيل للحضارة. وكانت لندن وباريس غارقة في الظلام والطين والوحل، وما هناك أي نوع من أنواع الحضارة في تلك البلاد آنذاك، وإنما كانت الحضارة كانت موجودة في الإمبراطورية الرومانية الشرقية أي القسطنطينية وما حولها. أما أوروبا الغربية فكانت ترزح تحت ظلم شديد وفساد كبير وإلى آخره. والسلطان محمد الفاتح فتح بلادا في 17 دولة آنذاك في أوروبا وآسيا، ووسع رقعة دولته توسيعا عظيما جدا. وأخاف ملوك أوروبا إلى الدرجة أنه لما بلغت وفاته البابا في الفاتيكان أقام الأفراح ودق الأجراس في روما 3 أيام فرحا بموت محمد الفاتح. لماذا؟ لأن جيش الفاتح كان قد نزل على مدينة اسمها أوترانتو، هذه في جنوب إيطاليا. هذه المدينة نزل جيش الفاتح وكان يعزم على المسير إلى روما ليستخلص روما للمسلمين، كان هذا عزمه، أن يجمع بين القسطنطينية وبين روما كما جاء في الحديث الصحيح، تفتح رومية وتفتح قسطنطينية، هاتان مدينتان كانتا أعظم مدينتين عند النصارى آنذاك، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتحهما، فكان يريد أن ينال الشرفين، فتح روما وفتح قسطنطينية. لكن الله تعالى أراد شيئا آخر، والقدر ما أمهله، وتوفي بعد أن فتحت أوترانتو هذه مدينة جنوب إيطاليا،
وتحرك الجيش وجاء الخبر آنذاك، فاضطر القائد إلى أن يعود إلى القسطنطينية، لأن هذه كانت تقاليدهم، إذا مات السلطان فلا بد أن يرجعوا لينتظروا الأمر من السلطان الذي بعده، الذي كان ابنه بايزيد الثاني. فالرجل كان فاتحا وكان محبا للإسلام، ناشرا له بشكل كبير، وكان الإسلام رائده في كل تحركاته وتصرفاته. وذكرت لكم شعره كيف كان يدافع عن الإسلام في شعره، ويتمنى ويحب الجهاد في سبيل الله تعالى بكل ما أوتي من قوة. مات عن 30 كما قلت لكم 53 سنة فقط، سنة 886 هجرية، 1481 ميلادية. تولى بعده سلاطين عظام في الحقيقة، وعظمهم السلطان سليمان القانوني، وسآتي على ذكر هذا إن شاء الله تعالى في حلقة سلطان عبد الحميد، كيف ابتدأت الدولة تضعف بعد الفاتح في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. السلطان إذن كان صاحب مواهب، كان شاعرا أديبا حافظا للقرآن، كان مطلعا على الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية، عارفا بست لغات، محبا للعدل، مؤثرا له في كل أحواله، صاحب منشآت من مستشفيات ومدارس وجوامع كثيرة جدا في أرجاء دولته، استطاع أن يوحد الدولة العثمانية في آسيا الصغرى وفي أجزاء كبيرة من أوروبا، واستطاع أن يقضي على شوكة سلاطين أوروبا الذين كانوا يهددون الدولة في كل حين وفي كل آن. وهنالك تفاصيل عن الفاتح تجدونها، أنا أدلكم على بعض الكتب لأن الوقت قد شارف على الانتهاء، وهذا الرجل العملاق وفي تفاصيل عن حياته لطيفة جدا ورائعة جدا، تجدون تفصيلات عن حياته. أعظم كتاب أنا قرأته في الحقيقة للدكتور سالم الرشيدي، دكتور سالم الرشيدي عن محمد الفاتح، فيه تفصيلات رائعة ورسالة دكتوراه جميلة جدا ومتميزة بذكر المصادر والوثائق الأوروبية التي كان المؤرخون للأسف الشديد كانوا متعصبين بقوة ضد الفاتح. ومن أعظم الدراسات دراسة هامر النمساوي الذي ظل فيها 30 سنة يدرسها، شخصية الفاتح يدرسها مدة 30 سنة، لكن للأسف يعني كان رجلا متعصبا ومنحازا لقومه ودينه بشكل فج، فكتب كاذيب كثيرة عن السلطان محمد الفاتح، لكن فيها وثائق جميلة جدا أخذها حتى من المكتبات العربية والإسلامية، هذا همر، وهي ترجمة طيبة، استعان بها سالم الرشيدي في رسالة الدكتوراه، واستعان بوثائق كثيرة جدا أجنبية وعربية، أدلكم على هذا الكتاب لترجعوا إليه، هو كتاب جيد. الأستاذ زياد محمد علي الأردني له كتاب عن السلطان محمد الفاتح. الدكتور محمد حرب رئيس القسم العثماني دراسات عثمانية في القاهرة له كتاب عن العثمانيين والحضارة، ذكر فيه محمد الفاتح في أكثر من فصل ذكرا عاطرا جميلا، ارجعوا إلى هذه الكتب فيتعطيكم صورة فذة عن هذه الشخصية الكبيرة التي مدحها النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بقوله لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ذلك الجيش ولنعم الأمير ذلك الأمير. هذا الحديث تشوفت نفوس الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم مدة 8 قرون، كل يريد أن ينال هذا الشرف، ادخر الله تعالى هذا الشرف للفاتح. وبعض العلماء المسلمين يقول إنه هنالك فتح آخر، الأحاديث تشير لفتح آخر القسطنطينية في آخر الزمان لا يمنع، هم بعض العلماء يقولون هذا ليس الفاتح هو المقصود بفتح القسطنطينية وهذا السلطان العثماني. أقول هذا فهم لعله يكون فهما خاطئا، القسطنطينية تفتح مرتين، فتحت مرة في زمان الفاتح ونال شرف الحديث النبوي، وستفتح مرة أخرى في آخر الزمان، وسيجري فيها ملحمة كبيرة بين الروم وبين المسلمين. متى هذا كيف هذا الله تعالى أعلم بمتى سيكون، وسأكمل باقي حديثي إن شاء الله تعالى عن الدولة وجوانب من شخصيتها العظيمة في لقائنا القادم مع السلطان عبد الحميد الثاني، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.